الحقيقة أنا حاسة أن أنا صغيرة. عالم صعب جدا 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 جدا، وأنا يعني بجد في غاية السعادة أني هقدر أتكلم معاهم، زي ما هيبقى معانا ضيوف برضو منتقبات في الحلقة، عشان نعرف إزاي زهد الحياة ده بيحصل في حالة أن كتير منا قوي متمسك بيها زيادة عن اللزوم. بالتالي ده هيبقى درس، ودرس قوي جدا، يمكن ربنا بعته لنا في وقت صح. مش عارفة ايه اللي مسموح لي اتكلم فيه وايه اللي مش مسموح اتكلم فيه، ولكن هو التجربة في حد ذاتها بالنسبة لي انا، يعني لان انا في الحياة لسه، صعبة جدا 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 جدا، يعني ابعد الى المستحيل بالنسبة لي. تفتكر يعني هذا القرار أو قرار الرهبنة ده، هل هو إلهي؟ يعني هل هو الواحد بيبقى قاعد كده في الهداية، ولا بيحصل حاجة وحشة فالواحد بيجي، ولا بيبقى إيه؟ يعني فكرة القرار إن الواحد يبقى عايش ويقرر يموت أو يترك هذا العالم، ده بيجي إزاي؟ هي الرهبنة دعوة وبتفرق، مش كل واحد طبيعته زي التاني، وربنا بيتعامل مع كل واحد حسب طبيعته. في واحد بيسمع صوت زي عندنا الأنبا أنطونيوس أب الرهبان كلهم، دخل الكنيسة سمع صوت: إن أردت أن تكون كاملا اذهب بعملك وتعالى اتبعني. حس الآية، ربنا لمسه، حس إنها موجهة لي شخصيا، فراح بأعماله. كان عنده 300 فدان من أجود أراضي الصعيد، راح باع كل حاجة ونفذ الوصية بالظبط. كان خارج ورا مجهول، لا في دير منظم ولا في، ما كانتش تأسست الرهبنة، كان غير الصوت ست ففي يعني هي الدعوات بتفرق، واحد بيسمع من ربنا مباشرة، واحد يخش يسمع آية تانية، في واحد يخش يسمع آية تانية يحس إنها موجهة لي. دايما بتبقى نوع من الناس، يعني الناس بتختلف، وربنا هو عشان خلقنا عارف طبيعة كل واحد، فبيتعامل مع واحد، كل واحد حسب طبيعته. يعني واحد بيتعامل معه بالطريقة دي، جايز هو يحتاج دي في حياته بعد كده، لأن حياة الرهبنة جهاد، يعني طريق طويل وفي جهاد وحروب شياطين. حاسين بقى بالجهاد ده ولا مش حاسين؟ لا يعني في وسط الحكايه بيبقى الواحد حاسس انه بيجاهد. طبعا هي حرب، وفي البستان بيقول كده: حرب يا رهب، يتحارب السلم لعدائك. يا حرب طبعا حرب روحيه من نوع تاني، مش حرب مع بشر، يا حرب روحيه. الحرب في ان الواحد بيجي في النص ممكن يغير رايه، والدعوات بتفرق، عشان كده اللي دعوته من ربنا، المتاكد ان ربنا دعاه، مش ممكن هيجي في النص كده، لان ربنا مسؤول عنه. هو حاسس ان ربنا دعاه ازاي؟ مسؤول عننا كلنا، الدعوه مسؤول عننا كلنا، لكن هي طريق في الحياه، الرهبنه طريق في الحياه، مش لكل. حضرتك بقالك 32 سنه، مش لكل الناس، يعني عندنا بيقول اللي وهب ليهم هي عطيه، مش احنا مش افضل من الناس ابدا، في ناس كتير في العالم افضل مننا. الراهبه بتشوف اهلها؟ هو بيسمحوا لنا في الدير نشوفهم، مش عشان خاطرنا احنا اصلا سبناهم، لكن عشان خاطرهم هم. يعني بيجوا يزوروكوا؟ يعني بيجوا يزورونا، بس احنا الفكره يعني هدف الزيارات اللي سيدنا بيسمح لنا بيها ودايما يقول هدفنا كده، احنا تركناهم من قلبنا ونفذنا. يعني انتوا ما بتبقوش عايزين؟ جوانا مش عايزين بجد، عشان نريحهم، عشان خاطر راحتهم، يعني لان هم تعبوا فينا وربونا ولهم فضل علينا. يعني هم طلعنا من طفولتنا يودونا الكنيسه ويحفظونا ومهتمين بتربيتنا الروحيه، فاحنا مش بننسى فضلهم، فاحنا عشان نريحهم، عشان هم تعبوا معانا وهم ما يقدروش ما يشوفوناش، فاحنا عشان خاطرهم بنحب نشوف. 32 سنه حضرتك ما خرجتيش خالص؟ للضروره، لو في علاج او في، عشان وضع في الدير ساعه، انا يعني ماسكه المباني، فاحيانا بضطر اخرج عشان طلبات تبع الشغل.